انا عايز اسالك يا رامي دلوقتي، انت عندك 3 اغاني من الالبوم ترند على اليوتيوب. ايوه. يعني انت ده بالنسبه لك بقى بتبقى عارف ان الاغنيه دي هتعمل ترندنج، ولا برضو الجمهور بيفاجئك احيانا؟ بصي، انا بشتغل مع الناس اللي بيشتغل معايا، كلهم شاطرين وجامدين جدا، وبنقعد نشتغل نقول لا الاغنيه دي هي بتاعت اليوتيوب، لا الاغنيه دي بتاعت اللي، بنقعد نقول اي كلام كده، وفي الاخر طبعا اللي في الاخر لما الاغنيه بتنزل هي اللي بتمشي لوحدها، ولا احنا بنعرف نخطط ولا اي كلام. يعني لو اقول لك انا مخطط ابقى كذاب، لان انا مش مخطط طبعا، لانه انا بس بخطط ان انا اعمل احلى حاجه، تعمل حاجه حلوه. دي احلى، دي اكتر حاجه انا بركز فيها، ان الاغنيه يبقى كلامها بيرفكت، الغنى مظبوط، الكواليتي بتاعت الصوت لو سمعت ركزت في الكواليتي هتلاقيها حلوه جدا، ما تفرقش خالص عن كواليتي العالم. الموضوع ده بالنسبه لي انا بيفرق معايا جدا طبعا، لان انت كمان لما ترجع تذيع لازم تبقى كواليتي الصوت حلوه. احيانا بنسمع اغاني نقول خساره الاغنيه حلوه بس كواليتي الصوت مش حلوه. لا بس احنا دلوقتي خلاص ما بقيناش طبعا في العصر اللي موجود اللي احنا فيه دلوقتي ده، ما بنبقاش بندور قوي على موضوع الكواليتي طبعا من الناس المصورين والفنانين اللي بتوع الكاميرا بتوع المزيكا، عارفين قصدي، لكن ذات عارف قصدي، ان الموضوع ما بقاش في الكواليتي خلاص. ممكن واحد ب2 جنيه يعمل اغنيه تحت السلم تعديني وتعدي كل الناس. عارفه طبعا. بس برضو لا زال لازم نحافظ بس على الفن، بس لا يصح الا الصحيح والله. ما فيش الظواهر دي ما بتعيش يا رامي، يعني هي بس بتتعب ودنا شويه، بنستحمل لحد ما يجي اصوات حلوه اللي احنا عارفينها، زي المجهود اللي انت بتبذله، تيجي بقى تظبط لنا، ترجع تاني الاذن الموسيقيه صح وينضبط الحال. يعني اتمنى طبعا اللي حضرتك بتقوليه، بس هو الفكره ان في مطربين تانيين بيحبطوا، بيحصل لهم حاله هو انا ليه اتعب وليه اشقى وليه مش عارف ايه، بس واحد بس طالع بقاله يومين ولا 2 3 جنيه يعديني عشان اعمل اغنيه مهرجانات. في ناس بتفكر كده، خلي بالك كتير.